واش كتعرفوا شكون هو هذاك المغربي اللي كيعتني بكأس العالم وبالأيادي ديالو هو باش كيتصيب هاد كأس العالم؟ إلا قلت لكم أكثر واحد هز كأس العالم بالأيادي ديالو فراه كان المغربي. تخيل معايا يكون عندك شي رضيع، كيفاش كتحتفظ به وتهزه من البلاصة وتعتني به؟ وهذا السيد هذا فهو مغربي للإسم ديالو. السلام عليكم الحباب لافامي، جوسبيغ إن شاء الله تكونوا كلكم على خير.